من زمان ناس كتيرة يقولوا احنا عاوزين حاجة بالعربي علشان يعني تكون للبنى. فنشكر الله ان هو سمح في الوقت المناسب انه يدينا فرصة. الحقيقة قعدت افكر ايه اللي احنا محتاجين نتكلم عليه او اللي ربنا يعلمه لنا يعني. ففرصة ان احنا في صوم كياك والكنيسة بتفكرنا كلنا بتجسد ربنا يسوع المسيح. الحقيقة عاوزين نتكلم مع بعضينا في هذا الموضوع، موضوع هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا، من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس. أتمنى هو يعني الأربع مرات الجايين دول النهاردة والثلاثة الجايين مش هيبقى مجرد موضوع يعني عظة بتتقال، لكن احنا عاوزينه يبقى زي دراسة كده بنشترك فيها كلنا مع بعضين. فاحنا هنقسم الوقت يعني انا هدي الموضوع كده نتكلم فيه زي مقدمة في حوالي مثلا 30 40 دقيقة ماكسيمم، ونفتح أسئلة مع بعضينا 10 15 دقيقة حسب يعني ما تحبه، بحيث يبقى الكلام فيه ليه تطبيق. وبعد كده هو ناخد فرصة للصلاة برضو تاني، نقول ترنيمة وبعدين نبتدي تسبيحة كياك. بعض الناس قالوا لي عايزين ناخد شوية قبطي وألحان بإذن الله، بس بنسخن نشوف كده الأمور وربنا يرتب الأمور. هنطلع مع بعضينا رسالة القديس بولس الرسول. لو أستأذن الإخوة في الكنترول روم يزودوا النور شوية علشان اللي يقدر اللي يحب يقرأ رسالة القديس بولس الرسول لتلميذه تيتوس الإصحاح الثاني في الكتاب الطبعة بتاعت فان دايك صفحة 350 في العهد الجديد، صفحة 350. كده تمام، ربنا يخليكم. يا سلام كده أجمل، great thank you. رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيتوس الإصحاح الثاني. الحقيقة النهاردة عاوزين نجاوب على سؤالين، هدف النهاردة نجاوب على سؤالين. السؤال الأول يعني إيه كلمة الخلاص؟ يعني إيه كلمة الخلاص؟ بيقول في قانون الإيمان هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا، من أجلنا ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس. هنحاول نخلص 8 بإذن المسيح الموضوع، وناخد أسئلة كده 10 دقائق ربع ساعة زي ما تحبوا، وبعد كده هو نصلي وناخد جزء نرنمه مع بعضين. هذا الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا. لما نسأل واحد ونقول له يعني إيه موضوع الخلاص؟ أنت خلصت ولا ما خلصتش؟ سؤال ساعات بيسألوا ناس يقول لك يا أخ فلان أنت خلصت ولا لأ؟ يعني إيه موضوع الخلاص؟ الحقيقة السؤال، أنا أسألكم السؤال ده، أنتوا خلصتوا ولا ما خلصتوش؟ إحنا خلصنا ولا ما خلصناش؟ خلصنا ولا ما خلصناش؟ يعني احنا خلصنا ولا لسه؟ ايه رأيكم؟ كانوا بيقولوا الـ في موضوع الخلاص ده فيه تكة، السؤال نفسه مش واضح، لأن كلمة الخلاص معناها ايه؟ ايه معناها؟ يعني قبل ما اجاوب اعرف انا خلصت يعني ايه كلمة الخلاص؟ في ناس الخلاص بالنسبة له عبارة عن تيكت، فانا لو معايا التيكت ده هخش بيه السماء، يعني باب السماء حد لهم التيكت على باب السماء هدخل. فلو هو في مفهومه الخلاص كده، وفي مفهومه ان الخلاص ده هاخده جاست ان انا اؤمن بالمسيح واعترف بيه فانا خدت التيكت يبقى انا داخل السماء، يبقى كده انا خلصت. في ناس تاني بيعتبروا الخلاص هو ان الواحد يهرب من الجحيم، مش هخش النار. في ناس بتعتبر الخلاص ان الواحد يعيش الى الابد في هدوء في سلام في طمأنينة، زي ما بنقول كده في أشيط الراقدين الموضع الذي هرب منه ايه الحزن والكآبة والتنهد في نور القديسين. ايه هو موضوع الخلاص؟ نقرأ مع بعضينا في تيتوس الإصحاح الثاني الآية رقم 11 صفحة 350 في العهد الجديد. وياريت لو في المرة حطوا كمان ده خدمة 5 ستارز هنا على فكرة، مش ممكن الخدمة اللي بتتقدم هنا.
لو كل واحد المرة الجاية قدر يجيب الإنجيل بتاعه الشخصي، ويجيب معاه قلم كده ورقة بحيث ياخد نوتس، ده يكون أفضل الواحد يكتب فيه. تيتوس 2 الآية رقم 11، الجزء ده مهم جدا وليه ذكريات حلوة مع كل واحد فينا، لأن الجزء ده البولس بتاع قداس المعمودية، المعمودية بتاعتنا. احنا بنجاوب على سؤال هذا الذي من اجلنا ومن اجل خلاصنا. بنقول يعني ايه موضوع خلاصنا؟ يعني ايه الخلاص؟ ازاي اعرف اذا كنت انا خلصت ولا لا؟ الاول لازم اعرف معنى كلمة الخلاص. تعالوا نقرا مع بعض بيقول ايه معلمنا بولس. لانه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. قد ظهرت، كشفت لينا نعمة الله الايه؟ المخلصة. وخلي بالك من الكلمة اللي بعدها، مخلصة لمين؟ ها، لمين؟ لجميع الناس. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. النعمة المخلصة اللي ظهرت لينا دي معلمة إيانا، بتعلمنا نعمة الله المخلصة أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بثلاث صفات: بالتعقل يعني محكمين العقل، والبر والتقوى في العالم الحاضر. نعمة الله المخلصة ظهرت لينا بتعلمنا ابعدوا عن الفجور والشهوات اللي في العالم، وتعيش ازاي؟ بثلاث صفات: بالتعقل، بالبر والتقوى في العالم الحاضر. ومش بس كده، وانتظر منتظرين، دي اللي بنقولها في قانون الإيمان، ننتظر قيامة الأموات، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. تكلم بهذه وعظ ووبخ بكل سلطان، ولا يستهن بك أحد. ذكرهم أن يخضعوا للرئاسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، لا يطعنوا في أحد، يكونوا غير مخاصمين، حلماء، مظهرين كل وداعة لجميع الناس، لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء. الكلمة اللي قالها ربنا يسوع لتلميذي عمواس، وكلمة الأغبياء دي معناها فقد الحكمة، اللي هي العذارى الجاهلات اللي مش شايفين الحكمة. كنا قبلا أغبياء، غير طائعين، ضالين، مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة، عائشين في الخبث والحسد، ممقوتين، مبغضين بعضنا بعضا. ده كان الهيستوري بتاعنا. ولكن هيقول الكلمة تانية: حين ظهر لطف الله مخلصنا وإحسانه، لا بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا. خلصنا إزاي؟ بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا، حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية. كلام الحقيقة، عشان نتكلم يعني مفهوم الخلاص في ذهننا إحنا كأقباط، حصل فيه إنه محتاج إلى توضيح كتير لنشأتنا في مجتمع غير مسيحي في مصر. فهذا الفكر مش واضح، فابتدى ينعكس على طريقة فهمنا وطريقة عبادتنا. تعالوا نقرأ مع بعضنا سفر التكوين الإصحاح الأول. سفر التكوين أول آية في الكتاب المقدس. إيه موضوع الخلاص؟ الخلاص قدمه التعليم الأرثوذكسي، الخلاص زي ما قدمه التعليم الأرثوذكسي مش مجرد تذكرة أنا باخدها علشان أخش بها السماء. الخلاص مش هو إن أنا أهرب من الجحيم،
الخلاص مش هو ان انا اعيش في مكان هادي، مش ده الخلاص. عشان كده لما اسالك انت خلصت ولا لا، ممكن تجاوب اجابه مش سليمه لان السؤال نفسه مش سليم. انما ايه هو الخلاص؟ الخلاص بتعليم اباء الكنيسه، الخلاص معناه ان انا ليا علاقه حقيقيه مع الثالوث القدوس. تاني، الخلاص معناه ان انا ليا علاقة حية وحقيقية مع الثالوث القدوس. لو انا ليا هذه العلاقة الحية مع الثالوث القدوس يبقى انا عايش الخلاص. عشان الكلام يبقى سهل تعالوا ناخده من الاول، هنحكي القصة بالراحة، ما وراناش حاجة، ناخدها خطوة خطوة ونشوف تعليم الكنيسة فيها ايه. نطلع مع بعضينا سفر التكوين الآية الأولى. في البدء خلق الله السماوات والأرض. في العبري كلمة الله هنا إلوهيم الجمع، في العبري شبه العربي، العبري هيم كلمة إيم دي تجمع. يعني مثلا إيه؟ لما نقول كروب، كروب يعني ملاك خادم، لما أجي عايز أقول ملايكة أقولها إيه بقى؟ كروبيم. طب شاروب، شاروب نوع من أنواع الملايكة، الجمع بتاعه يبقى إيه؟ شاروبيم. صاروف اللي هو الملاك الملتهب، يبقى الجمع بتاعه ايه؟ صاروفيم. ربنا لما حب يبارك ابراهيم ابراام ويقول له انت هتبقى اب لناس كتيره، فغير اسمه من ابرام الى ابراهيم، ادي معنى الجمع بتاعه. فهنا لما جه يتكلم ما قالش قال الاله، قال ايه؟ في البدء خلق الوهيم. فهو خد الصيغة الجمع إلوهيم، في البدء خلق إلوهيم السماء والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية، بالعربي كلمة خربة تخض الواحد، لكن هي باللغة الأصلية جميلة قوي. عارفين لما أب وأم يعرفوا إن هم هيجي لهم طفل، والأم تروح للدكتور يعمل لها سونار وهي لسه في بداية الحمل، عندها مثلا أسبوع أو أسبوعين، وبعدين يقول لها في حمل وادي الصورة بتاعته، لما يشوف الصورة بتاعت السونار بتبقى الصورة عاملة ازاي؟ صورة الجنين وهو عنده اسبوعين ثلاثة بتبقى عاملة ازاي؟ حاجة ملهاش ملامح. لكن بالنسبة للأم والأب الصورة دي قيمتها ايه؟ الطفل ده اللي اتكون بقاله اسبوع ولا اسبوعين، ده يحمل كل صفات الأب وكل صفات الأم، يحملهم في جسده، يحملهم في نفسه، يحملهم في روحه. فبيقول في البدء خلق الله أو خلق إلهيم السماوات والأرض. كانت الأرض لسه ما بقتش مستعدة، يعني لسه في بدايات التكوين، هتخش للصورة النهائية اللي ربنا خلق عليها الإنسان. وعلى وجه الغمر ظلمة، كان في مية دنيا ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن. ونمشي مع بعضنا لغاية ما نوصل إلى أن ربنا كل ما خلق حاجة كان يبص عليها ويقول هذه إيه؟ حسن. إلى اليوم السادس. في اليوم السادس نقرأ مع بعضنا الآية رقم 26 في الإصحاح الأول، بيقول ايه بقى؟ قال الله، وبرضو الله في العبر إلهيم، قال إلهيم نعمل، خلي بالك ما استخدمش المفرد اعمل، قال نعمل، نعمل الانسان على صورتنا بالجمع كشبهنا. هي دي البدايه. احكي لكم حكايه وبعدين نكمل. في مره من المرات كان في بايع بيبيع خزف، الزهريات، خزف الزهرية الواحدة كان بيبيعها $5، وكلهم شبه بعض ليهم نفس الشكل ونفس اللون، بيبيع الزهرية $5. وبعدين وسط الزهريات اللي $5 كتب على دي $5 $5 $5، ففي واحدة كتب عليها $5000، شبههم بالضبط، نفس اللون نفس المقاس نفس الألوان كل حاجة. فواحد سأله قال له ده كل الزهريات انت كاتب عليهم
$5، ودي شبههم بالظبط، اشمعنى دي اللي ب$5000؟ قال له لا، اصل دي ليها حكايه. قال له ايه الحكايه؟ قال له انا بعمل الفخار ده بعمله من الطين، بعمل الطين ودخله الفرن يتحرق. قال له اه. قال له فانا بعمل الفخار، الملك جه زارني وهو بيشوفني وانا بشتغل ازاي، بصمه ايده جت على زهريه من الزهريات، فاحتفظت بيها وعملتها، هي دي اللي بتتباع ب$5000، لان دي مش زهريه عاديه. اي نعم هي شبه الكل، بس دي تحتفظ بايه؟ ببصمه الملك. فهنا ربنا بيقول نصنع الانسان على صورتنا وكشبهنا. هستأذنكم أسألكم سؤال، إيه الفرق بين كلمة الصورة وكلمة الشبه؟ يعني ليه ما قالش نخلق الإنسان على صورتنا؟ ما كفاية على صورتنا واضحة، أو على شبهنا، ليه قال على صورتنا وكشبهنا؟ في فرق بين الصورة وبين الشبه؟ ولا إيه رأيكم؟ شوف الآية تاني، 1:26، فخلق الله الإنسان على صورته، قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. إيه رأيكم؟ إيه الفرق بين الصورة وبين الشبه؟ إيه الفرق؟ في فرق بين الاتنين؟ أكيد في فرق، عشان كده قال الاتنين. تفتكروا إيه الفرق؟ نصنع الإنسان، نعمل الإنسان. أنا عايز أحكي لكم حكاية تانية، موضوع الحكاية ده أنا عايز أبطله بس مش عارف. مرة في مصنع عمل زي مكنة، المكنة دي كانت غالية جدا جدا يعني، عملها المهندس مصنع آلاف الدولارات وخلت الإنتاج يزيد خالص. وبعدين في مرة من المرات بعد كذا سنة، وكان الضمان بتاع المكنة انتهى، حصل إن المكنة دي حصل فيها مشكلة وما اشتغلتش، فصاحب المصنع بعت لكذا واحد يصلحوها وحاولوا وما عرفوش، فقال مش هينفع يصلح المكنة دي غير مين؟ غير اللي عملها. فراح بعت له قال له المكنة عندنا اللي انت عملتها من كذا سنة حصل فيها عطلة، عاوزين نصلحها، ممكن تيجي؟ قال له طبعا ممكن اجي. جه قعد يبص 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 يبص، خد حوالي 2-3 ساعات ما يعملش اي حاجه، بس جاست بيبص للمكنه عشان يعرف ايه المشكله. قال له هو اللي انت جبتهم يصلحوها قبل كده عملوا ايه؟ قال له كل واحد كان بيقعد نص ساعه ساعه ساعتين ثلاثه، اللي ياخد $100 اللي ياخد $500 اللي ياخد $1000 ومفيش، ترجع تاني زي ما هي. فبعد حوالي 2-3 ساعات من التركيز قام صاحب المكنه او يعني المهندس اللي عملها راح دايس على زرار واحد، فالمكنة رجعت تشتغل بكفاءة 100%. وبعدين وهو ماشي راح سايب له البيل $50,000، فراح قال له $50,000 عشان تدوس على زرار؟ قال له لا، قيمة ان انا دوست على زرار $10، بس الباقي كله عشان اعرف انهي زرار اللي ادوس عليه. سهلة؟ ربنا هو اللي صنعنا. مشكلة المشاكل محدش فينا متخيل ان المشاكل اللي انا بواجهها في شغلي، بواجهها في بيتي، بواجهها مع اولادي، بواجهها مع الحياة، محدش متخيل ان المشاكل دي سببها، سبب المشكلة مرتبط بطريقة تكويني، بطريقة خلقتي. نصنع الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. إيه الفرق بين الصورة وبين الشبه؟ ربنا خلقنا كلنا على صورته، ربنا خلقنا كلنا على صورته، يعني كل واحد فينا مخلوق على صورة ربنا، كلنا نقطة البداية بتاعتنا كلنا. تخيلوا أكن كل البشرية واقفين على خط البداية اسمه صورة الله، كل واحد فينا صورة ربنا كلنا بلا استثناء. وخدنا صورة ربنا دي نعمة، خدنا صورة ربنا دي بركة، خدنا صورة ربنا لا بأعمال في بر عملناه، زي الطفل اللي بيتولد واخد شبه أبوه شبه أمه، ما عملش حاجة عشان ياخد الشبه ده أو الصورة دي. فكلنا بادين من صورة الله، بس مخلوقين عشان إيه؟ الكلام ده أحبائي جد خطير. كل واحد مخلوق
علشان يبتدي من صورة الله وينتهي بشبه الله. صورة الله احنا خدناها كده for free، لكن مش كلنا هنوصل لشبه الله. تاني، كلنا ابتدينا بصورة الله، كل واحد فينا مع صورة ربنا كلنا. وعلى فكرة صورة ربنا حتى لو عملنا خطية ما بتتمحيش مننا، ممكن تتشوه، ممكن شكلها يعني، لكن ما بتتلغيش. صورة الله ما بتتلغيش، انها صورة بالبصمة. لكن مش كلنا حنوصل للآخر، مش كلنا حنوصل للشبه. أنا عايز أحكي لكم حكاية وأسألكم سؤال، ممكن؟ أنت عاوز تقص الجراس اللي قصاد البيت، فرحت الواحد قلت له أنا عاوزك تيجي تقص الجراس، فبص قال لك أنا هشتغل 4 ساعات أقص فيهم الجراس وأخد 400 دولار، الساعة ب100 دولار. قلت له اوكي. جه في الميعاد بالظبط ومشي في الميعاد بالظبط، قعد ال4 ساعات، بس ال4 ساعات ما قصش فيهم الجراس. بص لقى الشارع عايز شويه توضيب وضبه، بص لقى في كوبايه شاي شربها، ولقى بص لقى في جورنال قعد قرا الجورنال، وبص لقى في مش عارف، قعد يعني قعد معاك ال4 ساعات بس عمل حاجات تانية غير الحاجه اللي انت متفق معاه عليه. في آخر اليوم وهو ماشي، هتديله الفلوس ولا مش هتديله الفلوس؟ هتديها له ولا مش هتديها له؟ إيه رأيك؟ تديله تمن ال4 ساعات ولا ما تديهلوش؟ إيه رأيكم؟ طب اللي هيديله يرفع إيده. طب اللي مش هيديله يرفع إيده. طب اللي مش هتديله مش هتديله ليه؟ ما عملش اللي اتفقنا عليه. عشان كده هو انا عاوز اسال نفسي واسالك سؤال. في ناس كتيره جدا ابتدوا بصوره الله بس مش هينتهوا بشبه الله، بالرغم ان الناس دول عاشوا زي ما كل الناس بتعيش، بياكلوا زي الناس ما بتاكل، بيشربوا زي الناس ما بتشرب، بيجوا الكنيسه زي الناس ما بتيجوا، ساعات بيقروا الانجيل مش يفسكه، بس مش هياخده في الاخر لانه ما عملش اللي مطلوب منه. هو ايه اللي مطلوب مني؟ كتير جدا نسبة كبيرة مننا متخيلة ان اللي مطلوب مننا عشان اتمم رسالتي ان انا اتجوز واخلف ورب الاولاد واجوزهم واطمن عليهم، كده يبقى رسالتي تمت، بالرغم ان مش ربنا خلقنا عشان كده. امال ربنا خلقنا علشان ايه؟ ربنا خلقنا علشان ايه؟ ربنا خلقني عشان اتحرك من صورته اوصل الى شبهه. المسيح يتكون فيا، ابقى انا شبه المسيح. العملية دي ما بتتعملش غير بإرادة الإنسان. عشان كده هو ربنا خالق كل واحد فينا، ربنا خالق كل واحد فينا في 3 صفات أساسية. في فرق بين يتقال على الواحد فرد، وفي فرق بين يتقال عن الواحد إنسان أو شخص. العالم بيمشي الإنسان في سكة إن احنا رقم. لما تروح تتعامل مع دكتور تلاقي الدكتور بيحطك حالة من ضمن حالات، رقم من وسط الأرقام. لما تتعامل مع محاسب بيتعامل معاك ان انت رقم من الأرقام. لما تتعامل مع دولة، الدولة انت في نظرها ايه؟ رقم، انت نمبر، سوشيال نمبر. لكن الإنسان مش كده. ربنا خلق كل واحد فينا، مش هينفع نبقى إنسان، مش هينفع أبقى أنا غير لما أبقى في صورة الله. لازم أبقى في صورة الله. كلنا ابتدينا من صورة الله وطريقنا لازم نوصل لشبه الله. أحب أقرأ معاكم آية في غلاطية 4، غلاطية 4:19.
تعالوا نطلعها مع بعضنا نقراها عشان الكلام يوضح. وأرجو لو حد حاسس إن الكلام صعب أو مش واضح، معلش استحمل على آخر ربع ساعة هتلاقي الدنيا ابتدت تتضح. غلاطية 4:19، شوف القديس بولس الرسول بيقول إيه لأهل غلاطية. شوف الكلام، يا أولادي، بيقول لهم كده يا أولادي، شوف الكلمة، الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. يعني إيه كلمة أتمخض بكم؟ حد يعرف الكلمة دي معناها إيه؟ يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا، يعني إيه أتمخض بكم؟ حد يعرف الكلمة دي؟ المخاض اللي هو آلام الولادة، يعني بيقول لهم هدفي كراعي وسطكم ان انا اتعب معاكم لغايه ما اولادكم كل واحد يبقى شبه مين؟ شبه المسيح. يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. الحقيقه واحنا داخلين السماء في اليوم الاخير مش هيبقى صعب خالص تعرف مين اللي داخل السماء. عارفين ليه؟ واحنا قاعدين دلوقتي مع بعضينا، لو في وسطنا واحد صيني تعرفه ولا ما تعرفهوش؟ لو وسطنا واحد صيني تعرفه ولا ما تعرفهوش؟ تعرفه ازاي؟ من شكله. طيب لو وسطنا واحد سوداني او واحد من جنوب افريقيا او من تعرفه ولا ما تعرفهوش؟ تعرفه ازاي؟ من شكله. لو وسطنا واحد هندي او من على فكرة لو وسطنا واحد مسيحي بيتعرف من شكله. هي دي بقى على شبهنا. عشان كده انا بتخيل، معرفش الكلام ده يعني هيحصل ولا لا، بس واحنا داخلين السماء هتلاقينا كلنا بقينا شبه ايه؟ شبه واحد. كلنا شبه مين؟ شبه المسيح بالظبط. عشان كده هو في صلوات المعمودية الكاهن هو بيطلب من الآب، يقول كده هو اللي هنعمده ده ليكون متشبه بابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح. احنا كلنا مخلوقين على صورة الله، بس مش كلنا هنوصل للآخر اللي هو شبه الله. مش هينفع نوصل لشبه الله غير لما نعرف احنا مخلوقين ازاي. احنا مخلوقين فينا ثلاث صفات. واحد، احنا عندنا حرية. اتنين، احنا مميزين، كل واحد فينا غير التاني. تلاتة، احنا مخلوقين كائن اجتماعي نعمل علاقات. النقطة الاولى، احنا احرار. معظمنا بنعاني في الحياة دي عشان موضوع الحرية. يا ما ناس كانت تقول لربنا يا رب انت ليه عملت معايا كده؟ طب ليه سايبني اعمل كده؟ ربنا خلقنا احرار، ربنا خلقك حر، ومش ممكن يجي يوم من الايام يقبل مننا صلاة ويشيل مننا الحرية. ربنا خلقنا احرار، كل واحد فينا حر. الله خلقنا احرار، علشان كده هو مش هينفع ناخد شبه ربنا غير لما نقدم حريتنا. كان يقولوا من السهل أن تأخذ حصانا إلى جدول المياه، يعني تشد حصان غصب عنه لحد المية، لكن من الصعب أن تقنعه أن يشرب. ما لم أنا بإرادتي أريد أن أنا أبقى في شبه المسيح، ما فيش حاجة هتنفع، لأن الديزاين بتاعي أنا مخلوق أن أنا إيه؟ مخلوق أن أنا إيه؟ حر. مخلوق ان انا حر. عشان كده عاوز اقرا مع حضراتكم ايه من سفر التثنيه الاصحاح 30 ايه 19، ايه في منتهى الاهميه. اعتقد ان دي ايه مفصليه النهارده، يعني تثنيه 30:19 صفحه 329 في العهد القديم. سموه سفر التثنية لأن ربنا شعب إسرائيل وهم
داخلين أرض الموعد تمنع عليهم الشريعة، قالها مرة تانية، عشان كده تسمى التثنية. في تثنية 30:19 شوف ربنا بيقول ايه لشعب اسرائيل هم داخلين ارض الموعد: اشهد عليكم اليوم السماء والارض، قد جعلت قدامك الحياة والموت. انت قصادك طريقين مش طريق واحد، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا انت ونسلك. انت قصادك طريقين مش طريق واحد، وما فيش حد هيقدر، وربنا نفسه مش هيغصبك تمشي في سكة من السكك. انت مخلوق حر، فلازم الاختيار بتاعك يكون اختيار حر. وعلى فكرة اختيار ان انا امشي مع ربنا وان المسيح يتصور فيا، المسيح يتشبه فيا، ده مش قرار بيتاخد في يوم، لكنه قرار كل يوم. انا مش مطلوب مني ان انا ابقى كويس. في ناس كتيرة متخيلة ان الحياة الابدية ان انا اعمل شوية حاجات، وخدنا ده من الكالتشر اللي طلعنا فيه. لا خالص، مش معنى كده ان الاعمال مش مهمة، الاعمال مهمة بس الهدف اللي يختلف. يعني ايه؟ يعني انا ما لم في نهاية حياتي تكون النتيجة بتاعتي ان انا شبه المسيح 100%، يبقى الهدف بتاع حياتي ما تعملش. الهدف مش ان انا ابقى كويس، الهدف مش ان انا اتناول، مش الهدف ان انا ادي العشور، مش الهدف اقعد اقرا الانجيل. دي كلها واسمها وسائط روحيه علشان النتيجه في الاخر تكون ايه؟ ان انا بقيت شبه المسيح. الايه الشهيره: مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا في. انت مخلوق حر، ما لم تاخد القرار كل يوم ان انت تدفع التكلفة بتاعت ان انت تكون شبه المسيح، مش هتقدر تاخد هذا الشبه. انت مخلوق حر، مخلوق حر. النقطة التانية: انت مميز. احنا مش كلنا زي بعض، مفيش واحد فينا الفينجر برينت بتاعته زي التاني، مفيش واحد فينا صبعه شبه التاني، مفيش واحد فينا شبه التاني. احنا كلنا مميزين، كل واحد فينا ربنا خلقه بطريقة غير التاني، وخلقه بهدف غير التاني. كلنا مع بعض نكون جسد المسيح. علشان كده هو يا احبائي هتلاقوا معظم الحروب الروحية ماشية في سكة من ثلاثة: واحد، ان انت مش حر، الشيطان ياخد حريتك. اتنين، انت ملكش قيمة، انت مش مميز، انت يعني كمالة عدد. نمرة ثلاثة، يضرب علاقاتك بالاخرين. انت حر، ليك حرية. ليه ربنا خلقنا احرار؟ هسألكوا، اديلكوا مثال وتردوا علي. لو انت عندك ابنك الصغير عنده 3-4 سنين، وديت له قرار، طلعت له فرمان، قلت له كل يوم اول ما ارجع من الشغل عايزك تيجي تحضني وتديني بوسة، وانا هديك قصادها $5، وقعد الولد يعمل الموضوع ده كل يوم، الموضوع ده بالنسبة لك يبقى مفيد ولا مش مفيد؟ طب ما هو بيجي وبيبوسك وبيحضنك وبيديه. لكن تخيل العكس، ان الاب ما قالش كده لابنه، والابن فوجئ في يوم الاب ان هو راجع، الابن جاي بترمي في حضنه بيبوسه يقول له بابا انا بحبك. دي ولا دي اللي تفرق؟ الاب محتاج انهي، التانية ولا الاولى؟ عشان كده هو مفيش حاجة في المسيحية اسمها فرض. لا عندنا الصلاة فرض، ولا عندنا القداس فرض، ولا عندنا قراية الإنجيل فرض، ولا عندنا صوم فرض، ما عندناش فروض، مفيش حاجة مفروضة. أنت حر، ما تريد أن تفعله افعله، أنت حر، ليك حرية. الحاجة التانية: أنت مميز، أنت مفيش زيك. مش ممكن حد في الكنيسة يعمل المكان بتاعك يملاه، مش ممكن. يمكن كتير من اللي قاعدين قصادي اباء وامهات. هسالكوا سؤال: لما اول ما اتجوزت وجالك طفل واحد حبيته بشكل معين، ما كنتش تتخيل ان في كائن تاني في الدنيا تقدر تحبه زي الطفل ده، صح؟ لما جالك طفل تاني وطفل تالت، هل عرفت تحبهم ولا لا؟ وهل لما حبيتهم محبة الأولاني قلت؟ يعني أنت بتاخد من الأولاني تحب التاني؟ طب بتحب التلاتة لأنهي مستوى، ولا الاتنين لأنهي مستوى؟ طب
طب هل بتحب ولادك كلهم يبقوا كوبي من بعضهم، يعني كلهم زي بعض، تدوس على زرار؟ انا كان نفسي شخصيا يبقى كده، تدوس على زرار ياكلوا، تدوس على زرار يناموا، تدوس على زرار يبطلوا شقاوة. لكن تخيل كان حصل كده، كان يبقى لهم طعم؟ عايز اولادك يبقوا كلهم كوبي من بعض، ولا كل واحد يبقى غير التاني؟ بتحب مين الاكتر، الشقي ولا الهادي؟ تحب مين اكتر؟ الاثنين، الاثنين ده ليه طعم وده ليه طعم. بتحب مين اكتر، الولد ولا البنت؟ بتحب مين اكتر، الطويل ولا القصير؟ الكلام ده كله ما بيفرقش معاك، علشان كده هو ربنا خالق كل واحد فينا مميز. تعرفين في طقس الكنيسة ما ينفعش الكاهن يصلي قداس غير لما شعب الكنيسة كله يبقى محاضر، ينفعش واحد يغيب من شعب الكنيسة. بتفكرني بالظبط، عارفين بايه؟ بالكابتن بتاع الطيارة، ما ينفعش يطير غير لما المضيف يقول له ايه، كله عمل بورد خلاص. لو في واحد بس متأخر في الشنطة بتاعته بره ولا متأخر، الطيارة تقدر تطلع؟ ليه؟ المسيح لما قال ادى الافخارستية قال خذوا كله منه ايه، كلكم، كلنا اعضاء جسد المسيح، كلنا، كل عضو فينا مميز. عدو الخير بيجي يقول لك لا الكنيسة مليانة، انت مش مميز عند ربنا، انت كمالة عدد. ساعات الواحد في صلواته ربنا يقول كده، ما تصدقش الكلام ده. الاباء الكنيسة يقول لك لو فرضنا فرض جدل ان الخليقة دي ما فيهاش غيرك انت، كان المسيح نزل واتجسد ولا لا؟ علشانك انت بس كان ممكن؟ لان العالم بيحسبك رقم وسط كذا مليار، لكن عند ربنا مش كده. لو انت عندك 10 ولاد، 10 زي بتوع زمان، وبالليل رجع 9 وواحد ما رجعش، تقول الحمد لله جالنا 9 نقفل؟ مش ممكن. طب ليه؟ لانك انت مش بتبص له واحد من 10، هو مش رقم، انت بتبص له انه ده زيه زي ايه، ده الكل، واحد هو الكل. النقطه دي احبائي لو ما اتفهمتش ما نعرفش غلاوتنا على ربنا. عشان كده قانون الايمان هدفه ان الواحد يعرف ان الله اب، الله اب. وما لم ندخل لربنا من دخله انه اب، عشان كده ربنا خلق الانسان يتجوز ويخلف عشان يعرف ايه هي طبيعه ربنا. انت مميز، مفيش زيك. افتكر حكايه بيحكوها، على مره كان في مايسترو كده عامل اوركسترا كبيره وبيعزفه، ووسط الاوركسترا الكبيره دي في الات ضخمه بتعزف باصوات كبيره، والات وتريه والات نفخ وطبل وحاجات كبيره خالص. وبعدين في ناي واحد، يعني معاه ناي كده ضعيف، قاعد وسطهم بيعزفوا 300 400 واحد، وهم بيتدربوا بيعزفوا. فاللي معاه الناي صعبت عليه نفسه، يبص يا عيني اللي ماسك الكونتر باس الكبير ده يلاقي بيعمل كده، يلاقي الصوت يملى المسرح، واللي ماسك الساكسفون يبص يلاقي يعمل كده وهو صوته مش باين وسطهم، فصعبت عليه نفسه. فهم شغالين في البروفا، فراح قال انا ماليش قيمه، انا لو قصاد كلهم لو انا بطلت هيحصل ايه، فانا اعمل بس كده واحط على الناي على بقي وما اعملش، ما اعزفش. بعد دقيقتين وهو بيعمل كده فوق، وبالمايسترو بيوقف بيقول فين الناي، فين صوت الناي؟ فراح قال له انا ما كنتش بعزف، انت بتعرف تجيبني؟ ده انا مش شايف نفسي وسطهم. قال له جايز انت عشان بتبص للي حواليك مش شايف نفسك، لكن عندي انا عيني ايه، عيني عليك. افتكر مره واحده ست كبيره كانت عندنا كده في امبابه، من الناس الطيبين قوي بتوع زمان، لقيتها جالي في مره وقالت لي انا عايزك تقرا لي التحليل. قلت لها ليه؟ قالت لي مش هقدر اجي القداس بكره. انا بيني وبين نفسي ما فهمتش في الاول ايه ده، ليه الفكر ده ايه، بس هي عارفة انها كون انها تيجي القداس ده مش اوبشن، ده مش اجي ولا ما اجيش، لازم اجي، لازم اجي، لان انا عضو مميز. عشان كده هو قال المسيح له المجد في بيت ابي منازل كثيرة، انت مميز، مفيش حد هيملى الكرسي بتاعك في السماء غيرك، مفيش حد هياخد الاكليل بتاعك غيرك. ربنا مش عامل 1,000,000 اكليل واول 1,000,000 يجي ياخدهم، لا، انت ليك اكليل باسمك، دعوتك باسمك، انت ليه،
قبلما خرجت من الرحم أنا عرفتك، دعوتك، أنت مميز وأنت حر. نمرة ثلاثة، ربنا خلقك تقيم علاقات. ربنا خلقنا نقيم علاقات مع بعض، كل واحد ربنا دعاه يقيم ثلاث علاقات: علاقة مع الآب والابن والروح القدس، علاقة مع اللي حواليه أسرته، وعلاقة مع العالم. أفتكر كان عندنا في الكنيسة، كان عندنا في مصر يعني أعداد الناس اللي بيتجوزوا كتير قوي قوي يعني، فكان لما يجي حد يجي يخطب أو يتجوز ويدعيني، فيجي مثلا الخطيب وخطيبته أو الشاب وشاب وخطيبته يعني اللي هيتجوزوا، فكانوا يقولوا لي مثلا احنا عاوزين تيجي تحضر الإكليل بتاعنا، فكنت أسألهم سؤال يتخضوا منه، كان دايما أحب أشوف الرياكشن ده في كل اللي بيدعوني. أقول لهم أنتوا هتتجوزوا ليه؟ هتتجوزوا ليه؟ كان الرياكشن معناه ان هم ما فكروش في السؤال، كانت الاجابات من ضمن الاجابات احنا هنتجوز، كل الناس بتتجوز ولا كل الناس بتتجوز؟ طب افرض كل الناس ماشيه في سكه مش يعني حلوه بزياده، تقوم انت برضو تمشي في نفس السكه؟ ايه معناه ان كل الناس تتجوز؟ ايه رايكم احنا بنتجوز ليه؟ عشان ايه؟ انت هتدخل نفسكك مش قد كده بقى دلوقتي. اول علاقه ربنا داعي كل واحد فيها لينا ان احنا نهاب. انا دخلت يظهر في سكه فتحت كلام. اول علاقه ربنا داعينا ليها ان احنا نهاب علاقه بالثالوث القدوس، الاب والابن والروح القدس. ناس كتيرة من اللي جوه الكنيسة استيل بعد سنين طويلة هو معاه علاقة يمكن بالمسيح، بس لها علاقة غير سليمة، لأن العلاقة السليمة ما ينفعش تعمل علاقة بالمسيح من غير ما تعمل علاقة بالآب وبالروح القدس، يبقى معرفتش المسيح بجد، معرفتوش بجد. السر اللي كشف لينا إن الله إلوهيم، هو الله واحد، بس هذا الله الواحد طلع له ابن من طبعه ومن مجده ومن بهائه خارج منه وهو مساوي ليه في الجوهر. ده السر اتكشف لينا، وطلع ليه الروح القدس الخارج منه بسر لا ينطق به. من غير المعرفة دي مش سر، ده مش درس بيتدرس، دي كشف كشفوا لينا الابن لما تجسد. هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنت مؤمن بالمسيح، بس تؤمن بالمسيح أنه ابن الآب؟ أنت بتحب المسيح لكن بتحب الآب؟ أديلكم مثال. افرض واحد فينا بيحب واحد لمستوى معين، وهذا الواحد اللي أنا بحبه دخل المستشفى وتعرض لتجربة إن هو محتاج حد يضحي بحياته علشانه، والدكتور قال لك يا تضحي بنفسك يا بابنك علشانه. هل ممكن تحب حد لمستوى إن أنت تضحي بابنك علشانه؟ ممكن تحب حد لمستوى تضحي بابنك أو ببنتك علشانه؟ نيفر. ممكن تضحي بنفسك صح؟ لكن مش ممكن تضحي بمين؟ بابنك. السر اللي كشف لينا ان الاب ليه ابن، والاب حبنا لمستوى ما حدش يقدر يصدقه. هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ بذل ابنه. عشان كده لو ملكش علاقة بالاب ان انا ابن الاب اتبناني ليه، يبقى الصورة ما تحققتش، الشبه ما جاش. الاب ملوش غير ابن واحد من طبعه، هو ربنا يسوع المسيح. اتبناني علشان اكون، مش عارف اقولها يعني، ما بتتقالش بالكلام. انت يقول كده هو في روميا: الذي سبق فعرفهم سبق ايضا فايه عينهم. انت متعين، انت ليك قرار تعيين، تتعين تكون ايه؟
يعني لو واحد فينا مقدم شغلانة في بنك كده وقالوا له انت هتبقى كاشير ولا هتبقى محاسب ولا هتبقى، هيسأل انا هتعين ايه في البنك عشان يعرف الوظيفة دي هو يعرف يعملها ولا لا. انت عارف انت متعين ايه؟ قرار التعيين بتاعك ايه؟ لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس اباء ولا نبي، انت قرار تعيينك تكون ايه؟ تكون ايه؟ ابن للآب. ده الوحيد اللي ابن للآب هو ربنا يسوع المسيح، ابنه بالطبيعة. انت مدعو تكون ابن بالتبني. الواحد مش لاقي كلام يقول، يعني كلام الواحد مش عارف يصوره. هل لك علاقة بالآب؟ يقول معلمنا بولس كده الرومية، اصل الواحد بيصعب عليه من ربنا ايه؟ اصل سبت الشغل. سبت شغل ايه؟ شغل ايه؟ تقول اصل ربنا ما بيحبنيش، اصل انا عندي مشاكل زوجيه يبقى ربنا ما بيحبنيش، اصل انا عيان يبقى ربنا ما هو ربنا سابني ليه. اللي بيقول الحاجات دي معناها انه الكتالوج بتاعه مش شايفه. يقول معلمنا بولس لروميا، الذي لم يشفق على ابنه لاجلنا بل بذله لاجلنا اجمعين، الا يهبنا معه كل شيء. يعني واحد ضحى بابنه علشانك، انت راجع تتكلم انت بتحبني ولا لا، وعند كل موقف تشك فيه وتقول هو معايا ولا مش معايا، انت مش عارف هو عمل ايه. فهل ليك علاقة بالثالوث؟ هل ليك علاقة بالآب كابن؟ المسيح اعطانا ان نكون، يقول كده هو، الذين امنوا به اعطاهم سلطان ان يصيروا ايه؟ اولاد لله. يقول معلمنا يوحنا في رسالته، انظروا اية محبة اعطانا الآب ان ندعى أولاد لله. ندعى أولاد لله. أنت علاقتك بالآب، الآب أنت ابن للآب. طب وعلاقتك بالابن؟ علاقتي بالابن أنا تلميذ للابن، هو معلمي أنا تلميذه. وعلاقتي بالروح القدس أنا هيكله، أنا بيدشني. طب يعني إيه آب وابن وروح قدس؟ طب ما تقولوا ربنا واحد وخلاص ونستريح بدل ما نتلخبط. مرة شاب من الشباب سأل السؤال ده وقال ايه يا جماعة موضوع الاب والابن والروح القدس والمسيح كان بيكلم مين الكلام ده؟ انا فراح ابونا قال له ايه؟ قال له انا هسألك سؤال. قال له ايه؟ قال له لو اديت لك صورة جميلة قوي قوي لنار، صورة لنار كده شكلها جميل، وانت قاعد في حتة ضلمة، ممكن الصورة دي بالليل تدفيك؟ قال له لا. ممكن الصورة دي تنور لك الأوضة الضلمة؟ قال له لا. قال له ليه؟ ما دي صورة نار. قال له بس دي صورة مش إيه؟ مش إيه؟ مش حقيقة. قال له هي تفرق الصورة إيه من الحقيقة؟ قال له الصورة ما بتطلعش لا نور ولا حرارة، لكن الحقيقة هي اللي تطلع نور وحرارة. قال له طب والنور والحرارة اللي بيطلعوا من النار مساويين لإيه؟ يعني لو ولعت عود كبريت هيطلع نور وحرارة مساويين إيه؟ ليه؟ طب لو ولعت خشبة كبيرة يطلعوا نور وحرارة مساويين ليهم؟ قال له نفس الحكاية، لو الله ملوش حاجة خارجة منه بقى صورة، لكنه لأنه إله حقيقي فهو خارج منه نور وخارج منه حرارة مساويين ليه في الجوهر. الله الآب خرج منه الابن مساوي ليه، خرج منه الروح مساوي ليه، بس الابن خرج بشكل يتشاف. عشان كده بنقول عليه مولود. زي النور، النور يتشاف الحرارة اللي تتحس، الروح خرج بشكل يتحس، عشان كده يسموه انبثاق. أنت مدعو ليكون لك علاقة بالآب والابن والروح القدس. الآب والابن والروح القدس هو الأسرة. الأب والأم والأولاد دول صورة الثالوث. شوف الأب والابن بيتعاملوا مع بعض إزاي، هو ده المثال. شوف المسيح بيتعامل مع الكنيسة إزاي، هو ده المثال. شوف الأب الجسدي بيتعامل مع ابنه إزاي، هو ده المثال. مش هتقدر تاخد علاقة سليمة بأسرتك من غير ما يكون لك علاقة سليمة بالثالوث. نمرة ثلاثة، علاقة بالعالم. مش هتقدر تقدس العالم ولا تعيش في العالم عيشة جميلة غير لما يكون لك علاقة بالثالوث. نلخص اللي قلناه ونكتفي بكده النهاردة. قلنا نجيب القصة من الأول. من الأول ربنا خلق الإنسان على صورته ومثاله.
الصورة كلنا مخلوقين على صورة الله، لكن الشبه مش كلنا هنوصل للشبه. اللي هيوصل للشبه اللي هيقدم إرادته وحريته إنه يتشبه بالمسيح يوم بيوم، موقف بموقف، هو ده اللي هيوصل لخط النهاية. عرفنا إن ربنا خلقنا علشان نتشبه بابنه، نوصل لهذا الشبه، زي ما بيقول معلمنا بولس لغلاطيا، بيقول لهم كده: يا أولادي الذين أتمخض بيهم، أتمخض بيهم إلى أن يتصور المسيح فيهم. عرفنا إن ربنا خلقنا علشان نبقى شبهه، وهو ده الهدف بتاع خلقتنا، مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة تاني مخلوقين علشانها. احنا مخلوقين عشان نحقق هذا الشبه، نكون في شبه ابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. ربنا ابتدى معانا وادانا الصورة مجانا، وادانا الإرادة اللي نختاره بيها. ربنا مش فارض على حد يمشي معاه. الله يريد أن الكل يخلصون لمعرفة الحق يقبلون. جعلت أمامك الموت والحياة، اختار الحياة لتحيا. الله كشف سره أن له ابن من طبعه وله روح من طبعه خارج منه، وهذه الأيقونة هي أيقونة البيت وأيقونة العالم كله. أنت حر، أنت مميز، أنت لك علاقات بالثالوث وبالعالم وبالحواليك كله. طيب لما ربنا خلقنا علشان نبقى في شبهه، امال ليه لما الحية جت لآدم وقالت له يوم أن تأكل من هذه الشجرة الله عارف أنك ستكون مثل الله، شبه الله؟ طب امال الغلط هنا فين؟ طب ما آدم وحواء كلوا عشان يبقوا شبه ربنا. انتوا بتقولوا ان ربنا خلقنا نبقى شبهه، طب ما آدم وحواء كلوا عشان يبقوا شبهه، ليه ماتوا؟ ليه بقى؟ دي اللي هنعرفها المرة الجاية لو ربنا ادانا عمر وعشنا. نفتح الأسئلة. أنا عارف إن الموضوع ما كانش سهل وما كانش صعب، فنفتح الأسئلة. الأسئلة هتثري المناقشة لغاية ما حبة في حبة نلاقي الكلام ده في منتهى السهولة بالنسبة لنا. مين يحب يسأل أسئلة سهلة؟ أصلي لو ما سألتوش أنتوا هسأل أنا. ها، اتفضل. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. مين يساعد في الإجابة؟ يعني إيه أبقى شبه المسيح كل يوم؟ يعني إيه القرار اللي أخده كل يوم عشان أبقى في شبه المسيح؟ وهل شبه المسيح دي عطية؟ يعني أنا أسلم نفسي أم خلاص تلقائيا أبقى شبهه، ولا في حاجة لازم أعملها عشان أبقى شبهه؟ إيه رأيكم؟ المسيح إيه؟ المسيح قدوس، أنمو في حياة القداسة. برضو يعني إيه أنمو في حياة القداسة؟ كلام جميل جدا. أكون شبه المسيح، مسيح قدوس، أنمو في حياة القداسة، يعني بشكل عملي. واحد زي بيصحى من النوم الصبح يروح شغله ويشوف اللي بيشوفه في الشغل، ويرجع تعبان وعنده اللي في البيت ورا كل الحاجات اللي علينا دي كلها، إزاي يطبق هذا الكلام بشكل عملي؟ يعني إيه يكون في شبه المسيح؟ يعني إيه يحيى القداسة؟ إيه اللي مطلوب مني؟ أنا أعمل إيه؟ الإنسان بيبقى عنده اختيارات. في كل لحظة بيبقى عنده اختيارات. في اختيار
اللي الروح القدس بيحاول يقول له انه ده اللي خلي ثبتني فيك وده اللي هيدي لك لو انت عملته هغير ذهنك هخلي ضميرك يبقى يمشي على الصواب على الحق. وفي نفس الوقت الشيطان بيجي من الغرائز بتاعتي يقول لي لا نفسك عايزة كذا كذا. فهو ده الاختيار في كل لحظة في اختيار هرضي الروح القدس ولا هرضي نفسي. إذن أنا عندي في كل لحظة في حياتي اختيارين أمامك الحياة وأمامك الموت وأنا بإرادتي وبحريتي بختار اللي أنا عاوز. اخترت الحياة فأنا بتحول يوم بيوم إلى شبه المسيح. اخترت الموت فأنا ببعد نفسي عن هذا الشبه إلى سكة أخرى. صح كده؟ في حاجة تانية؟ حد يقول حاجة؟ إيه رأيكم؟ كل ما نشير مع بعضنا تفضل. الشمس موجودة باستمرار اللي هي ربنا يعني موجود لينا كلنا على طول. بس المشكلة ان احنا لو غمضنا عينينا مش هنشوفها. لو فتحنا عينينا هنشوفها. مفيش حاجة اسمها حد خلاص سلم حياته لربنا وهيبقى خلاص خلص كده خلاص خلصت الحكاية. لا. حتى الروح القدس بيشتغل فينا كل يوم. يعني كل يوم احنا الروح القدس بيشتغل فينا كل يوم. لكن مشكلتنا ان احنا لو غمضنا عينينا مش هنشوف الروح القدس بيشتغل جوانا. في ناس فاكرة بس ان احنا مثلا نروح فجأة كده خلاص كده ابتدينا الطريق زي بعض الناس يعني خلاص ابتدينا الطريق كده خلصنا. ما ينفعش. يعني حسيت من السؤال ان خلاص لا احنا سلمنا حياتنا ربنا. لا فيش حاجة اسمها كده. احنا سلمنا حياتنا وريدي ربنا كل لحظة زي ما قال. لو قفلنا عينينا في لحظة مش هنشوف النور. وفي نفس الوقت المراية يعني عشان تشوف المسيح في المراية عشان تشوف نفسك بقيت المسيح في مرايتك لازم تشوف كل سلوكك بتاع اليوم بقى المسيح. طيب كلام جميل قوي. ها حاجات جميلة. مش معنى ان يسلم حياته ربنا يقول خلاص كده انا لا ما هو هيتحارب تاني. لكن اللي انا اقصده ان في واحد بيعمل خطيه زي ما الكتاب بيقول يتجرعون الخطيه كالماء وفي واحد بيعمل خطيه يعني شمشون عمل خطايا. لكن الكتاب في العهد الجديد بيقول ان يعني اختير ضمن افضل الناس بالنسبه لربنا. داود عمل خطايا لكن ربنا قال ما لقيتش قلب زي داود. اللي بيسلم حياته ممكن يخطأ لكن هو مش بيخطأ. هو الحقيقة يعني عشان نقولها بشكل بسيط أحكي لكم حكاية. مرة من المرات كان في مدرسة في الفصل في مصر مش هنا لأن هنا ما بيعملوش كده. المدرسة دي ادت الطلبة بتوعها امتحان حساب. ففي اتنين طلبة الاتنين جابوا 5/10. الاتنين جابوا كام؟ 5/10. الأولاني قالت له برافو عليك وشاطر وما فيش زيك وراحت مدت له هدية جميلة. والتاني قالت له ايه الوحاشة اللي انت فيها دي ازاي تعمل كده وراحت ضربته. طب الاتنين جايبين كام؟ 5/10. اشمعنى ده خد كده وخد كده؟ فهو دي على فكرة السؤال اللي مسؤول ده فيه التركة دي بقى. الأولاني كان الامتحان اللي قبليه جايب 0/10 فجاب 5 يبقى ده حصل له ايه؟ والتاني كان جايب 10/10 وجاب في الامتحان ده كام؟ 5/10. فالمشكلة مش الخمسة. المشكلة دي بتانديكيت لايه؟ واخدين بالكو؟ فهي كل حاجة ممكن اعملها صح وممكن اعملها غلط. كل حاجة. المية حلوة ولا وحشة؟ حسب. لو عطشان وشربتها سبب حياة ولو ما بعرفش عم ونزلت فيها بقت سبب ايه؟ موت. الكهرباء حلوة ولا وحشة؟ ايه رأيكم؟ حسب. لو نورت بيها النور والتكييف والدفاية بقت حلوة. لو لمستها وكهربت بيها موت. فبرضو كده هو موضوع ان انا حياة التسليم هي حياة التسليم. فيه نقطة بس مش عايز
ربنا بره الزمن، احنا في الزمن. لما بنيجي احنا نتعامل مع ربنا احنا بنخرج بره الزمن. يعني موضوع انا سلمت حياتي لربنا دي انا بحسبها في الزمن بتاعي دي، انه ده حدث في الماضي، لكن الحقيقة انا سلمت وبسلم وحسلم، انا خلصت وبخلص وهخلص. فكل الاعمال الخلاصية دي بره الزمن، ما ينفعش نطبق عليها مقاييس الزمن بتاعنا. المثال الواضح لكده عارفين حضراتكم ايه؟ الابن الضال. الابن الضال كان ابن الابوه، صورة ابوه فيه. لما راح بعيد وخد قرار انه يبعد، الصورة راحت منه ولا فضلت جواه؟ فضلت جواه، بس هو خد قرار غلط فعانى ودخل في السكة بتاعت بقى الخطية بكل ابعادها. يوم لما رجع تاني لابوه، ابوه ما جددلوش الصورة، ما غيرلوش الصورة، لكن دخله في الشبه، لبسه الثياب ولبسه. فقرار، انا كلنا اتولدنا من الاب المعمودية، كلنا اتولدنا من المعمودية، كلنا بقينا شبه المسيح، صورة الله مطبوعة فينا. لكن كل يوم عشان اتغير من يوم ليوم الى شبه المسيح، ده قرار لا ينتهي، قرار كل يوم وقرار طول اليوم. طب اسألكوا سؤال، ايه الفرق ما بين صورة الله وشبه الله؟ يعني ليه اتقال نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا؟ مين يجاوب السؤال ده؟ احنا قلناه في الكلمة. ليه اتقال نخلق الانسان على صورتنا كشبهنا؟ لا مش معقول. ايه الفرق بين الصورة والشبه؟ اتفضل. الصورة اللي اتخلقنا عليها هي صورة الله اللي محطوطة في كل واحد فينا. الشبه دي الاند ريزلت بقى، النتيجة اللي المفروض كلنا نوصل لها في حياتنا بقراراتنا اليومية وبوسائط النعمة وبأسرار الكنيسة، الواحد يتحول إلى الشبه. طيب أسألكوا سؤال تاني، ما معنى ان ربنا قال جعلت امامك الحياة والموت، اختار الحياة لتحيا؟ ليه ربنا من الاول ما خلقناش للحياة وبس بدل التعب اللي احنا فيه ده؟ ما كان ربنا يمشينا كده ويقول لنا امشوا في السكة دي وخلاص عشان نخش السماء. ليه ربنا وضع امامنا طريقين بالرغم ان ربنا خلق طريق واحد، بس الطريق التاني احنا اللي اخترناه لما اخترنا الخطيئة؟ ليه قصادنا اختيارين؟ ليه ربنا وضع قصادنا اختيارين؟ طب ايه الميزات اللي ربنا اداها للانسان لما اتخلق على صورته؟ اداله ثلاث حاجات على الاقل. اول حاجه ان هو ايه؟ حر. انت حر، انت حر، فكان لازم عشان الحريه تبان يبقى فيه ايه؟ عشان كده ساعات ناس تسال طب ليه ربنا حط الشجره في الفردوس؟ مش عشان ادم يقع، الشجره دي الترمومتر، اليوم اللي هتبين ادم حريته ماشيه صح ولا ماشيه غلط. وغير الحريه ربنا خلقنا ايه؟ مميزين، كل واحد فينا غير التاني، كل واحد فينا جميل بشكله. نمرة ثلاثة خلقنا نهاف ايه؟ نبقى لينا ايه؟ علاقات، لينا علاقات بربنا وبالناس وببعضنا. لو عشنا المرة الجاية هنكمل، لو عشنا في احنا النهاردة اتكلمنا على خلقة الانسان، ربنا خلقنا على صورته مثاله، خلقنا ازاي ويعني ايه الثالوث. انا عارف ان في ناس كتيرة ممكن يكون الكلام صعب، لكن المرة الجاية هتلاقي أسهل. المرة الجاية هنتكلم على السقوط، يعني إيه الإنسان يسقط؟ ليه الإنسان وقع؟ وإزاي الإنسان لغاية النهاردة بيقع؟ بيقع إزاي؟ وإيه اللي بيتحط قصاده علشان يقع؟ وربنا بيدبر إزاي لخلصنا ونجاتنا؟ في كتاب اللي هو بتاع فاذر أنتوني كونياريس، الأرثوذكسية قانون إيمان لكل العصور، هو موجود على فلاشة، موجود على الإيميل، اللي يحب ياخده ويقراه في الفترة دي يسيب اسمه بس بره للإخوة ويبعته له إيميل يحاول يقراه في الأيام دي، حيفيده قوي قوي قوي. وفي برضو كتاب بس هو إنجليش بس اسمه The Life, The Orthodox Doctrine of Salvation، التعليم الأرثوذكسي عن الخلاص، موجود في المكتبة هنا برضو، اللي يحب يقتنيه حيلاقي فيهم نفس التعليم دي، اللي يحب يعني يبراكتسيت لغاية يوم الجمعة الجاي. لو نقدر في خلال الأسبوع ده نقرأ أول 7 إصحاحات في بشارة القديس لوقا، وفي كل إصحاح كده نطلع آية واحدة نكتبها كده على برة، الآية دي أنا حسيت أن ربنا كان بيكلمني فيها في موضوع خلاصي وموضوع أن أنا أتشبه به. اللي يقدر يعمل كده للمرة الجاية يبقى كويس. هنقف نصلي مع بعض.
ترنيمة يا سائح للقاء يسوع، وبعدين نصلي، واللي يحب يتفضل بسلام يتفضل، واللي يحب نعمل التسبيحة بتاعت كياك لغاية الساعة 11 يكمل معانا. قبل ما اجي كان عرفت ان هو السفارة هنا عشان موضوع الاستفتاء مدوا لغاية يوم الاثنين بالليل عشان موضوع الاستفتاء. كان قداسة البابا بعت ايميل وقال يا ريت الناس تتشجع ان هم يروحوا موضوع الاستفتاء. اكيد عندكم اسئله كتيره، الاخ ايمن هيبقى واقف بره، اللي يحب يساله بتعمل ازاي، نعمل ايه، التفاصيل كلها ممكن يعرف الموضوع ده. والاستفتاء لازم دلوقتي كل واحد يروح بنفسه او يبعت بنفسه البوسطه، لكن مش هينفع كنيسه تجمع وتبعت زي زمان. فياريت نهتم بالموضوع ده وكل واحد ياخد القرار لضميره يريحه قصاد ربنا في هذا الموضوع. يوم البكره مفيش قداس، اسف، السبت العادي القداس في ميعاده، والعشيه هنبتدي من 4 ل 6 تسبيحه العشيه، ومن 6 ل 10 تسبيحه نص الليل. يوم الحد القداس الاولاني مش هيبقى موجود، في قداسين بس، الثاني هنا في ميعاده قداس الاطفال، والحد اللي بعديه هيبقى كده برضو، يعني الحدين ده والحد اللي جاي. يوم الاربع هنعمل سهره تاني لكياك من 8 ل 2 الصبح بعد العظه الانجليش، من 8 ل 12 التسبيحه، من 12 ل 2 قداس، يخلص الساعه 2 الصبح عشان اللي يحب يريح كام ساعه كده قبل ما يروح شغله. ربنا يعيد عليكم الان بالخير، نصلي، واللي يحب يتفضل يتفضل، واللي يحب يكمل يكمل.